ولمناقشة الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول الكاتب الصحفي سيد أحمد كامل. أهلا بك سيد أحمد. بداية، لو تحدثنا أكثر عن اجتماع باريس، وهل سيكون سلسلة كسواها من المؤتمرات برأيك؟ نعم، إلا إذا كان تغير شيء استراتيجي في أمريكا، ولا يبدو أن ذلك قد يحصل. هناك شيء يحصل من ناحية تصعيد وتجاوز الخطوط الحمر بين إيران وإسرائيل، ولكن هل هذا سوف يؤدي إلى تسوية للقضية السورية؟ هذا غير واضح حتى الآن. فإذا بانتظار أن يحصل تغير استراتيجي في العقل الأمريكي وفي المصلحة الأمريكية، لا نتوقع أبدا أن تنجح مثل هذه الاجتماعات في إيجاد حل سياسي. الحل السياسي واضح ومرسوم، وله خطة واضحة ومنطقية وموافقة عليها كل دول العالم، وهي جنيف واحد. إذا توفرت الإرادة لإجبار النظام على قبول هذه الخطة، فنصل إلى السلام بسوريا. غير هيك ما في سلام. طيب سيد أحمد، برأيك ما الذي قد ينتج عن اجتماع السنة المرتقب؟ هل ترى أن ديمستورا فعلا يدفع لإنهائه مقابل تسويق اجتماع باريس أو سواه ربما؟ ديمستورا هو صبي عند القوى العظمى، وبالتعبير الحلبي الجميل هو وجه مقابحة، يعني متروك له العمليات الصعبة والمهمات الصعبة، يقول الكلام الذي يستحي الأمريكي أن يقوله ولا يستحي، ويتخبأ ويختبئ وراءه. فهذا هو ديمستورا، هو بوم الغراب، بوم الغراب اللي بيدل على الخراب. فلما بيقول في شر أنا بخاف، لأنه بيكون فعلا غالبا في شر فعلا. طيب، هل تتوقع تحركا غربيا عسكريا في الشمال السوري تحت القيادة الأمريكية؟ حاليا لا، ولكن هناك حقيقة احتمال لمواجهة إيرانية إسرائيلية في سوريا. إيرانية إسرائيلية. نعم، إيران وحزب الله سمحت لهم إسرائيل وأمريكا علنا وصراحة وبوضوح أن يدخلوا إلى سوريا لتكسير رأس الشعب السوري الحر، لتكسير الثورة السورية، ومنع أن تتحول سوريا إلى دولة حرة، لأنه إذا صارت سوريا دولة حرة بتصير دولة قوية وقوية جدا ونموذج في المنطقة. فسمح لحزب الله وسمح لإيران أن يدخلوا لسوريا للقيام بالعمل الوسخ، ولكن فقط ليقضوا على الثورة السورية ومنع الشعب السوري من التحرر، وليس أكثر من ذلك. شكرا. الآن صاروا بدهم أكثر من ذلك، بدهم يصيروا قوة كبيرة تهدد إسرائيل، ولذلك هناك سبب حقيقي وجدي للتصادم. للتصادم إسرائيلي إيراني في سوريا. أشكرك طبعا من إسطنبول الكاتب الصحفي أحمد كامل، شكرا جزيلا لك.